طريق الكشف عن ملف الاغتيالات وقتل المتظاهرين يمر بحقول ألغام قد تنفجر في حال استجواب قادة أمنيين متهمين بالتواطؤ. هذا هو لسان حال عدد من القوى السياسية القلقة من الخوض في هذا الملف، إلا أن عددا من القوى ومنها النصر والحكمة والنائب عدنان الزرفي وآخرون يصرون على المضي بالاستجواب. يقول مكتب الزرفي في تصريح خاص إن أطرافا سياسية تواصل الضغط من أجل العدول عن الاستجواب، إلا أن الزرفي ما زال مصرا على موقفه بعقد جلسة علنية بحضور ذوي الضحايا ورئيس الجمهورية، بل وبحضور أممي، وهي الشروط ذاتها التي يفرضها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم. سوى أن ائتلاف العبادي لا يمانع في جلسة استجواب مغلقة إن تحقق الإجماع الوطني. فما هي خيارات حراك تشرين إن فشلت هذه المساعي؟ ولا سيما أن مصادر نيابية تقول إن الأجواء المحيطة برئاسة البرلمان تحاول تسويف عقد الجلسة، وهو ما ترفضه تشرين وفريق الاستجواب. يؤكد ناشطون في الحراك ليو تي في أن جميع الخيارات مفتوحة، ومنها تدويل ملف الاغتيالات واستمرار الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان والنزول إلى الشارع بقوة وبأعداد غير متوقعة. استجواب القادة الأمنيين ومحاسبة المتورطين منهم مطلب يرفعه حراك تشرين الحانق على صمت الساسة وإصرار القاتل المعلوم كما يقول. وصلت الصرخة إلى البرلمان الحائر بتوصيف الطرف الثالث، وشبح من يقف خلفه يحوم فوق رؤوس الأشهاد.